طالبوا سواقين الديانات والسطحات في منطقة عسير الجهات المختصة أنهم ينظرون في أوضاعهم ومنع غير السعوديين من مزاولة مهنتهم اللي سيطروا عليها وأكدوا أن أنظمة العمل وتوجيهات أمارة المنطقة ما طبقت حتى الآن. التقرير التالي فيه حديث عن هالمشكلة وبعدين بنتكلم عنها. لقمة العيش الأصعب في المجتمع السعودي كما يراها أصحابها التي باتت في أعين ممتهنيها تحت نطاق الخطر لما تواجهه من غزو متعمد أو غير متعمد من العمالة الوافدة بعد أن منح الوطن المواطن خصوصية هذه المهنة في قيادة السطحات والديانات وكذلك القلابات. بالنسبة لنا عندنا مشكلة من ناحية الأجانب، كثرة الأجانب في البلد يعني ما عاد قدرنا نشتغل ولا نصرف على بيت ولا نصرف على مصاريف السيارة أقساط وطلبات وأشياء، فإحنا نبغى بالنسبة للأجانب أن يشوف لهم وضع. في عندنا أمر من سيدي الأمير فيصل بن خالد الله يحفظه ومن مدير الشرطة وبتوقيف الأجانب. الأجانب مليان البلد وإحنا نبغى يعني السعودة، الآن صار في سعودة بس بدون فائدة، سيارة وسعودي لكن واقف ما يشتغل ولا تطبق النظام اللي هو تبع السعودة. داهم الخوف آمالهم ومصدر عيشهم الوحيد لهم ولأبنائهم وكذلك لسداد أقصاد سياراتهم في زمن تمكن فيه الوافد من السيطرة على نشاط العمل بعد أن ضيق الخناق على أصحابها، فبائع السلعة ومشتريها كما يقولون هو الوافد ولا يرضى بغير بني جلدته للاستفادة من ثمن التوصيل هنا أو هناك. رغم كل التوجيهات والأوامر التي منحتها القيادة وكذلك مدراء الشرط بالمنطقة لجعل هذه المهنة خاصة بأبناء الوطن الباحثين عن لقمة العيش السائغة، إلا أنهم يقولون أن هذه الأوامر لا تتجاوز حناجر قارئيها. والله الأجانب ما خلوا لنا شيء في البلد، ما خلوا أي شيء، ولا النقاط ما تفاعلوا معنا يا طويل العمر والسلامة، لا هي نقطة ضلع ولا نقطة شعار ولا نقطة صماء ولا أي، وحتى الدوائر الحكومية كلهم ما استجابوا معنا في أي وضع من هذه الأشياء، وحن نعاني من هذا المشكلة. سياراتنا أقصاد من باب رزق طال عمرك، لا هي السيارة ولا قصدها 2395 ريال قصدها ماخذينها عن طريق باب رزق، والله أحيانا ما نقدر نسدد القصد. هي نعم، ونبغى منكم يا طول العمر والسلامة تنظرون في وضعنا، لأن نحن أبناء المملكة العربية السعودية ونفعل خير، احنا ما نطلب بأي شيء ثاني، نطلب حقنا شيء من حقوقنا لأنها مستخصة للسعوديين هذه الديانات، ونبغى منع الأجانب منها. ورغم هذه المصاعب فإن أبناء هذه المهنة يعلنون للوطن وللمواطن بأنهم سيبذلون أرواحهم فداء للوطن متى دعا الداعي لذلك ويعملون ليل نهار بلا مقابل. عبد الله العبيد، الإخبارية، أبها. طيب، الحديث عن هالقضية ينضم لي مباشرة من أبها رياض الرزقان وهو سائق دينا. حياك الله يا أخوي رياض. الله يسلمك ويعافيك. والحين وش وضعكم الحين؟ كيف الأمور عندكم؟ والله وضعنا طويل العمر سيء، أول شيء الديانات والسطحات والقلابات كل هذه مهن مساعدة، وفي تعاميم من عام 29 أو آخر تعميم إلى 14/17/30 ايه، بمنع المهن هذه، منع سعودتها ومنع الاجانب، ولكن لم يطبق اي شيء. رياض يعني رياض الحين اذا راحوا من الصمة ولا من عقبة ضلع ولا من شعار ما حد يوقفهم من نقاط التفتيش اللي موجوده، ولا توقفهم المرور ولا شيء. ايوه، يوقفونكم انتم اظن. يوقفونا ولازم يشوفون الفحص ولا أيه. الرخص ويتاكدون حتى من كل حاجه بشيء يعني تضيق فعلا. طيب ما كلمتوا المرور؟ ما كان بينكم وبين المرور تواصل؟ ما قلتوا لهم يعني شوفوا وضعنا؟ الا موجوده فيها. طيب، تعاميم موجوده وكل شيء، لكن ما طبقوا في الميدان اي حاجه، نقاط ما طبقت اي شيء. طيب، عشان كذا يا رياض خلك معي العقيد عبد الله الحويزي من مرور عسير. حياك الله عقيد عبد الله. العقيد عبد الله معي؟ نعم، الله يحييك. حياك الله عقيد عبد الله. الله يحييك يا مرحبا، ساكن الله يعني وضع الشباب عندكم هناك في المنطقة أنهم يعني عندكم نقاط تفتيش
في الطرق الرئيسية وما قاعدين تمسكون غير السعوديين اللي قاعدين ينقلون، وهذه الشغلة للشباب السعوديين. صحيح، بالعكس احنا والله متحملين معهم في هذا الجانب، وحنا برضه نضم صوتنا وصوتهم، لكن نتكلم عن بالنسبة للنقاط المخصصة عندنا. ايه عندنا حالة ضبط فيما يخص بالنسبة للمخالفة، لكن احنا نتكلم عن مخالفة الآن مهنة. احنا جهة نرصد ونحيد الجهة المختصة اللي مكتب العمل. ايه ما فيما يخص في الجانب المروري من عندنا، احنا نتأكد من إجراءات النظامية فيما يخص. بس عقيد عبد الله، انا اذنت لي يعني الحين هذه يعني السطحات والديانات ونقل العفش وكذا، هذه ما هي شغله للشباب السعوديين ولا لا؟ ما في اوامر بهالموضوع؟ لا في تعليق. طيب الحين اي واحد تشوفونه في الشارع امسكه وخلاص ابد اسحب سيارته منه، ها ودوه الحجز عشان بس الشباب هذولا، والله ما نبغى نفقدهم يعني. الشباب الان مصروف بيته كله من هذه الديانه، اذا انا ضايقته او ما وقفت معه، مو ضايقته، اذا ما وقف يعني طبقوا عليهم كل الانظمه وشدوا عليهم، ما عندنا مشكله. ولكن ترى المشكله انه غير السعودي قاعد يشتغل شغلتهم، فهذه تراها مؤلمه لهم. صحيح، بس انا اقول لك اسمح لي اوضح بس ديانة ما يطول عمرك. بالنسبه للديانات لما جيك الان، السائق محل وعلى نفس الكفاله المالك المركبه نفسها. اي المفترض من مكتب العمل انه ما يصرح له بالكلام ده، ما يعطيه. صدقت، صح معك. لكن الهمة اقول همتكم انتم عقيد عبد الله، احنا يعني نشد عليكم انكم انتم اللي في الميدان، الله يعطيكم العافيه. وهذا ولا اخوانكم يعني، ما في فرق. على فكره يعني ترى جوني الاخوان وكان ودي ان يصير عندهم شيء من التنظيم على اساس يكون لهم مكتب رئيسي. آه برضه كنوعيه الاليات ترى يعني مفترض انه المساله عرض وطلب، المفروض انه يكون هو احرص من غيره. صدقت، بالنسبه للاسعار يعني يصير في منافسه بينه وبين الاجل. الشخص لما يشوف عقيد عبد الله اذا شافوهم في الموقف اللي يجون الناس ياخذون منهم خدمات، يبلغونكم تجون تاخذونهم؟ ما عندنا مال، والله متعاونين معهم في هذا الجانب. بالضبط، والله هذا العشم منكم عقيد عبد الله، لان هذول في الاخير اخوانكم وعيال عمكم، يعني هالمشكله والله ما هي كويسه لهم، لانه هو يقولك ما عندي له الوظيفه، فساعدوني فيها، عاونوني. لا بالعكس، والله احنا نقرا معهم والله. خابرين، الله يجزاك خير. العقيد عبد الله الحويزي، الله يحييك، مدير المرور العسير، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. ها رياض. نعم. ايش الامور؟ ان شاء الله الامور طيبه. ان شاء الله انها طيبه، لكن المشكله ما في تفعيل للتعاميم هذه. احنا وياك، شوف يا رياض، انا جالس كل يوم هنا، ها؟ تسلم. وجوالاتنا عندكم، اتصلوا علينا والمرور ان شاء الله يسمعون منا، ما عندنا مشاكل، بس الاهم انتم والله العظيم عندنا. والله نحن برضه ان نشكي المساله ان المزق اكبر من الرقعه. فعلا اللي جميع العقيد يقول بلغنا يا رياض، خلك معه. والله البلاغات يا طويل العمر يجي بعض الاحيان يقول لي الاسكي يروح حد السياره ووقفها ونحن جايينك، وتلك تخيل كيف اطارده وامسكه. هذه مشكله لقيناها بعدين. لا طارده ولا شيء، هذا شغل مرور انهم يطاردونه ويوقفونه. ونقاط التفتيش اللي موجوده في الطرق الرئيسيه عندكم، نقاط التفتيش ما هي متعاونه ابدا. ان شاء الله انها تتكثف، وان شاء الله العقيد عبد الله انهم يعني بيوقفون معكم، وان صار شيء ولاش هذا احنا جالسين لكم. ان شاء الله ما تكسرون، بس انا بس ترى في ناس عندها مشكله منكم، ترى احنا معكم في الناحيه هذه، لكن ترى انا ضدكم في رفع الاسعار، تراكم ترفعون الاسعار يا رياض. الاسعار ما هي مرتفعه، لكن انا اعلمك يعني بالله. ايه؟ الحين كل شو اسمه مخازن المواد الغذائيه ومواد البناء والموبيليا وكل حاجه شغالين فيها اجانب، وهي اللي تستخدم النقليات. ايه؟ واكيد يتصلون على بني جلدتهم. إذا ما بقى إلا أنتم في السوق إن شاء الله، ويعني المرور اشتغل معكم في ذا الجانب، الأمور إن شاء الله بتضبط بإذن الله. وبرضه يعني البراحات ما هي محددة، واقفة في كل الشوارع، المفروض الديانات كلها موقفة معينة. صادق، معك، أوافقك الرأي. وكذا السطحات شغلها غير، يعني لازم يكونون متحركين. أوافقك الرأي يا أخوي رياض، والقضية هذه صدقني مطرحة ثانية إن ما شفنا فيه ذاك التفاعل، لأنكم والله تهمونا بشكل كبير جدا. تهمني أنت، وأيضا ترى المشكلة اللي عندكم في عسير تراها موجودة في كل المناطق. أنا في شباب كلمونا من المدينة، وفي شباب كلمونا من الرياض، وكلمونا من أغلب المناطق، إنه هذه المشكلة عندهم كبيرة ومستمرة، يعني ما هي بس في أبها ترى. والله مشكلة كبيرة فعلا. أي فالهمة من رجال المرور إنهم يعني يساعدونا في هالجانب. أنا أشكرك أخوي رياض، أنت تمثلهم كلهم إن شاء الله. أخوي رياض الرزقان سائق دينا من عسير، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.